السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من اشطاري مع العطاري. الزين فيه وفيه والمغاربه اللي كيعرفوني والمغاربه كله شفته ونظرته للجمال. يلا نمشيو نشوفوا اش غايقولوا المغاربه على الزين والمعايير ديالو. المهم يكون مقبول. كلها تعجبو غليظه، كلها تعجبو رقيقه. الجمال ديالها راه باين. هو الفلوس هذا هو الجمال. لا المضمون حسن من الشكل، الهيئه ديالو، المسائل ديالو، حافه ولا الغلط يكون مغربي مويه. تقول لي دايزه وتشوفها زوينه، راه ما كايناش هضره اشاعه. كيبان نقي والبارفان الريحه مهلي في راسي. انا صراحه ما كنعتمدش على المظهر الخارجي بالبطه. ما بقاش مقابل الوجه راه ما غتساليش. لا طيطرون سويس. بدات بالنسبه للبنت تكون قصيره، شعرها طويل. بالنسبه للولد طويل و اسمر. اسمر يا اسمراني. زين ديكو، كل واحد شنو كيعجبو، كاين اللي كيعجبو الكحله البيضاء ايتترا. انا بيرسونيلمون كنقول لا فيمينيتي، زعما البنت كيفي اتونسيون او ديتاي، كتهلا في راسها. زعما ماشي زعما لو فات ديال انها بنت راسها في بنت، زعما اللوفي بونس 1 بلس راسين 5 سور 2. ملي كتكون هاد لا بروبورسيوناليتي في لي ديمونسيون ديال واحد الشكل، ملي كتحقق كنقولوا اي لي بو. جيت تشوف زوينه شي مع مصيبه، راه غتشسك شي مع المغرب كامل. كريم فريش، تكون بيضه بلقه، الشعر تكون طويل وتكون رقيقه. دول جمال الله، ما داكشي ذكي انتيليجون بحال هكا، كون براتيك ود الوقت، هذا هو الجمال. لا ما شفتيني في عيني، ما شفتيني في شعره. الهيئة ديالو ولا بدا الأخلاق والمبادئ، و يكون يعني نحس به راجل ماشي. مثلا بالنسبة للأنثى كيتبنى مثلا الطول، الشعر ديالها، لون العينين، بزاف د الحوايج. لا طاي والطول والشعر والعوينات والتتمة. التتمة التتمة. أنت غادي تكون تزوج بوحدة خايبة، غاتبان وحدة زوينة راه غاتبعها. بزاف ديال الهلال في وجهها، تتبان زوينه مبتسمه في شعرها، في كل شيء، في اي حاجه. ما تيركش الهيئه ديالو، ولكن مجرد ما يتكلم كتحس بيه كاين. شخصيا كيعجبوني الملامح ديال الرجل اللي تيكون ملامحه عربيه، يعني كيفاش عربيه. يعني الملامح كيفاش عربيه؟ يعني كحلين، الحرف ديالو كيف كيقولوا كحلين. كاين ذاك الجمال اللي ما كيبانش، كيسميوه السر. الله يعطيك الصحة. يعني كاين اللي كيقول لك هذه خيتي ماشي زوينة ويني مسرارة. راه كيسجل قطع قطع. عندهم ما يقطع. السجال بدا. ويلي. والله العظيم. مرحبا.